أنا سعيدة جدا بالحضور في هذا الحفل ديال تسليم جائزة الرواق الولوج بالمعرض الدولي للنشر والكتاب. هذه الجائزة ديال الرواق الولوج كتنظمها سنويا وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكنكلفوا لجنة من ممثلين عن الجمعيات اللي كتشتغل في مجال الإعاقة باش كتزور الأروقة. وهذه السنة تمت زيارة 297 رواق اللي هما العارضين سواء المؤسساتين أو الناشرين الخواص، والمعايير اللي كتعتمدها هي معايير ولوجيات سواء الدرج سواء الولوجيات التنظيمية الولوجيات ديال المحتوى. واللجنة كتشير هذه السنة إلى أن هناك تحسن كبير جدا خاصة في الولوجيات ديال الدرج، اللي تقريبا جميع الأروقة اعتمدوا الولوجيات ديال الدرج، وأيضا هناك أروقة اللي قامت بمجهود أنها استعملت لغة الإشارة أو البراي باش تسهل ولوج للمحتوى بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، فتنشكرهم على هذا المجهود اللي قاموا به. فاليوم بمعية السيد الوزير وزير الشباب والثقافة والتواصل قمنا بالإعلان على الفائزين في هذه السنة، وكان الفائزين هذه السنه اللي كنهنيهم على الفوز ديالهم على المجهودات اللي قاموا بها باش يستحقوا هذا الرتبه ديال يعني الفائزين سواء في فئات العارضين المؤسساتيين او الناشرين الخواص. فجامعه محمد الخامس بالرباط هي الفائزه عن فئه العارضين المؤسساتيين، وشركه شوس بريس للنشر هي الفائزه عن العارضين الخواص. فهنيئا لهم وتنشكرهم وتنتمناو السنة المقبلة إن شاء الله تكون يكون نمشيو من حسن إلى أحسن، وشكرا لكم. هذه الجائزة هي منظمة من طرف وزارة التضامن، تم تعييني لعضوية هذه اللجنة نظرا لاشتغال جمعيتنا في مجال الولوجيات إلى جانب مجموعة من أعضاء المجتمع المدني كجمعية اليد في اليد وجمعية الرياضية السنوية للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وأيضا لامسات بالرباط. أريد أن أنوه بعمل أطر وزارة التضامن وخاصة مديرية النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، كما أريد أن أنوه بعمل اللجنة التي سهرت على اختيار الرواق الولوج سواء من المؤسساتيين أو من الناشرين الخواص. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.